هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. سأسجل كتاب الثقافة المالية للصف التاسع الجزء الأول الوحدة الثانية الدرس الثالث، وهو من صفحة 71 إلى صفحة 75. صفحة 71، العنوان الرئيس: حجم الاقتراض المناسب. يستفاد عادة من عملية الاقتراض في تلبية بعض الحاجات المالية التي لا يكفي الدخل المتوافر للحصول عليها، لذا لا ينبغي أن يكون الإقبال على الاقتراض عشوائياً، بل مخططاً له ومدروساً تبعاً للعوامل المختلفة المتعلقة بالجهة المقترضة، بحيث لا يزيد حجم الاقتراض على الأموال اللازمة لتحقيق الغرض منه. لتحديد حجم القرض لابد من استعراض مجموعة العوامل التي تؤثر في اختياره، والتي يوضحها النشاط الآتي: نشاط رقم 1 بعنوان العوامل التي تحدد حجم الاقتراض. ما هو الهدف لهذا النشاط؟ سيساعدك هذا النشاط على تعرف العوامل التي تحدد حجم الاقتراض الشخصي. وهنا بعض التعليمات: ستعمل ضمن مجموعة، اطلع أنت وزملاؤك في المجموعة على شكل 2-2 بين قوسين الآتي، الذي يمثل دراسة حالة تحديد قيمة القرض. هنا لنقرأ ما في المستطيل الكبير: تعمل إيمان في شركة للمستلزمات الطبية تبعد عن منزلها مسافة 35 كيلومتراً، وقد شعرت أنها بحاجة شديدة إلى امتلاك سيارة تريحها من عناء المواصلات، فقررت اللجوء إلى البنك لطلب قرض يبلغ راتب إيمان 500 دينار. تدفع منه إلى البنك مبلغ 150 ديناراً قسطاً شهرياً لقرض شخصي. حارت إيمان في تحديد مبلغ الاقتراض من البنك، فاستعانت بك لتساعدها على تحديد قيمة القرض. هذا هو الشكل 2-2 تحديد قيمة القرض عنوانه. صفحة 72، ناقش أنت وزملاؤك في المجموعة العوامل التي يجب أن تفكر فيها إيمان لكي تتمكن من تحديد حجم القرض الذي يتعين عليها طلبه. استعن بالأسئلة الآتية. عندنا مجموعة أسئلة. أول سؤال: ما نوع السيارة وما قيمتها؟ السؤال الثاني: كيف ستسدد إيمان المبلغ؟ ما المصادر المتوافرة لديها؟ السؤال الثالث: هل دخل إيمان صاف أم أن لديها التزامات أخرى؟ السؤال الرابع: هل تقدم البنوك جميعها نسبة التمويل ومدة السداد والفائدة نفسها؟ السؤال الخامس: هل سبق لإيمان أن حصلت على قرض من بنك ما؟
هل سيؤثر ذلك في قرارها المتعلق بالحصول على هذا القرض؟ اعرض أهم النصائح التي ستقدمها مجموعتك لإيمان. هنا في مستطيل كبير يعتمد حجم اقتراض الأفراد على العوامل الآتية: اكتب أنت وأفراد مجموعتك في 10 دقائق حالة لشخص يريد أن يأخذ قرض لشراء منزل، على أن تتضمن الحالة مصادر دخل المقترض ومدة السداد المتوقعة وقيمة القسط الشهري. تبادل حالة المجموعة مع حالة مجموعة أخرى. اعرض ما تتوصل إليه على المعلم والمجموعات الأخرى. صفحة 73، عنوان تذكر. أول نقطة: يعتمد حجم الاقتراض على العوامل الآتية: أول عامل تحديد السلعة وسعرها، بين قوسين ثمن السيارة أو المنزل أو تكاليف الرحلة أو تكاليف الزواج. العامل الثاني تقدير مصدر السداد المتوافر لدى المقترض، بين قوسين الدخل. العامل الثالث القدرة على السداد، بين قوسين طرح الالتزامات الأخرى من الدخل مثل إيجار المنزل والرسوم المدرسية. العامل الرابع شروط الجهة المقرضة وتعليماتها، بين قوسين نسبة التمويل، مدة السداد، سعر الفائدة أو العائد. العامل الخامس تعرف الضمانات التي يتعين على المقترض تقديمها. وآخر عامل التنبه لأي التزامات قائمة على المقترض، بين قوسين القروض الأخرى. نسبة التمويل، ماذا تقصد بنسبة التمويل؟ يقصد بها مقدار إسهام كل من المقترض والمقرض في توفير المال اللازم للغرض من الاقتراض. فمثلا إذا كان ثمن السيارة التي يرغب المقترض في شرائها 10,000 دينار، فإن الجهة المقرضة تحدد القرض بما نسبته 80%، أي 8,000 دينار، والباقي 2,000 دينار يجب أن يوفره المقترض. ما هي الضمانات؟ هي التطمينات المادية والمعنوية التي يطلبها المقرض من المقترض للتحقق من جديته ونيته في السداد. مدة التحصيل ماذا تعني؟ هي مقدار الزمن الذي يحدده البائع للمشتري لتسديد قيمة مشترياته. ما هو سعر الفائدة؟ هو نسبة الزيادة التي يستوفيها المقرض من المقترض على مبلغ القرض الأصلي.
صفحة رقم 74. نشاط بيتي: اسأل والديك عما إذا حصلا على قرض تمويلي، وفي حال أجابا بالإيجاب فاطلب إليهما بيان نسبة تمويله ومدة سداده وسعر الفائدة المترتب عليه، ثم ناقشهما فيما تعلمته في هذا الدرس. صفحة 75، أسئلة الدرس. سؤال رقم 1: وضح المقصود بكل مما يأتي. نسبة التمويل، الضمانات، مدة التحصيل، سعر الفائدة. رقم 2، سؤال رقم 2: اذكر 3 عوامل يعتمد عليها حجم الاقتراض. انتهى الدرس.